لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم متابعين قناتنا قناة اخبار تهمك. ازاي اخباركم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. السنة الجاية وانتم حققين كل اللي بتتمنوه يا رب. اخيرا بعد طول انتظار تايلور تكشف جنس مولودها المنتظر من النجم الجزائري رياض محرز. كشفت زوجة النجم الدولي الجزائري رياض محرز عن جنس مولودها المنتظر من لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الحسناء البريطانية تايلور وارد. نشرت فيديو في حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. الفيديو بيظهر قائد الخضر وهو يحتفل رفقة تايلور وعائلتها بقرب ولادة طفلته، وأرفقت تايلور الفيديو بعبارة: طفلة، نحن متشوقون لملاقاتك. شكرا لكم على حسن المتابعة، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بكل الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وتصلوا على سيدنا النبي في خانة التعليقات اسفل الفيديو. والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.